السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. واشنطن تتحدث عن صاروخ يمني جديد وتعلن تعرضها لهجوم، وإلى التفاصيل. كشفت أمريكا معلومات بشأن الصاروخ الجديد الذي أطلقته قوات صنعاء على إسرائيل قبل أيام، وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن مشاهد إطلاق صاروخ فلسطين الذي كشف عنه في اليمن تظهر انطلاق الصاروخ بسرعة في الهواء مع أعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد من محركه، ما يؤكد أنه صاروخ يعمل بالوقود الصلب المتطور. ونقلت الوكالة الأمريكية عن خبير الصواريخ ومحلل الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز القول: يمكننا أن نقول بقدر كبير من اليقين أن صاروخ فلسطين متطور وموجه بدقة ويعمل بالوقود الصلب. في السياق، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد بريس إن القوة العسكرية لليمن نمت منذ بدء الحرب، وهي حقيقة متجذرة في القدرة الداخلية وبراعة اليمنيين. على صعيد آخر، أعلنت أمريكا تعرض سفنها في البحر الأحمر إلى هجوم واسع لقوات صنعاء استخدمت فيه طائرات وزوارق مسيرة وصواريخ باليستية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة إن صنعاء أطلقت 9 طائرات مسيرة وزورقين باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أن القوات الأمريكية اشتبكت مع الطائرات المسيرة والزورقين، مشيرا إلى أن صنعاء أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن صوب البحر الأحمر. وأكدت أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.